أول زخات مطر فصل الشتاء هي لحظة تتجدد معها معاناة قاطني حي طبة ترفيس ببلدية تملوس غرب ولاية سكيكدا. سكانه يطالبون السلطات المحلية بضرورة التدخل من أجل التكفل بانشغالاتهم المطروحة منذ سنوات، خاصة ما تعلق منها بوضعية الطرق المتدهورة التي تتطلب التهيئة من خلال تزفيتها ثم تعبيدها لإنهاء متاعب مستعمليها من الراجلين وأصحاب المركبات، خاصة في فصل الشتاء حيث يمتلئ المكان بالأوحال والبرك المائية التي يصعب تجاوزها، خاصة بالنسبة للأطفال المتمدرسين. وحسب أحد قاطني الحي أن السكان أبدوا قلقهم من الوضعية التي يعيشونها منذ سنوات، رغم الشكاوي متسائلين عن سبب تأخر تهيئة طرق حيهم التي تكثر بها الحفر والأوحال.